العرب الآن يطرح قضايا عربية سياسية واجتماعية. العرب الآن مرآة الشارع العربي، يأتيكم على راديو الآن. صباح الخير لكل من يستمع إلينا في هذه اللحظات. موعد جديد من برنامج العرب الآن يأتيكم من استديوهات راديو الآن. ترافقكم خلال الدقائق القادمة فهيمة في الإعداد والتقديم، ومعايا رح يكون أمجد في الإخراج وهندسة الصوت. اليوم مستمعين رح تكون الحلقة خاصة، سنتحدث عن الأغنية الفكاهية الساخرة التي وجد فيها بعض الشباب متنفسا لهم لإيصال رسائلهم على طريقتهم الخاصة، وللتعبير أيضا عما في داخلهم من قضايا وسلوكيات راجت في دولهم. ضيفنا اليوم مستمعين شاب ليبي مميز جدا، اختار بكل شجاعة وبطريقته الفريدة أن يعبر عن واقع ليبيا المعيشي والاقتصادي والسياسي بأسلوب فني يمزج فيه بين السخرية والنقد والفكاهة والموعظة أيضا. ضيفنا اليوم مستمعينا فؤاد الجريتلي، لفت انتباه الآلاف على مواقع التواصل الاجتماعي وكان منبر اليوتيوب لنقل فنه للعالم. فؤاد اختار المصداقية لكنه حط إصبعه على الجرح الليبي، فكان لأغانيه الصدى الكبير. يلي بتروبت يلي بتدمرت يلي بيحاربت يلي بيشالف حوك يلي بينخطفت يلي بينكتلت يلي بتشحورت يلي بما زرتوك. وبعد سنين هذه كلها سياسة شنخدنا منها، وبعد سنين هذه كلها سياسة شنخدنا منها، كرهنا بعضنا وسبينا بعضنا وجونا لحكومة وقالونا حكم 400 دولار حكم 400 دولار حكم 400 حكم 400 حكم 400 دولار وحكم 400 دولار وحكم 400 دولار وحكم 400 حكم 400 حكم 400 دولار. يا راتوتكم ما صحتوتكم ال 400 دولار ديروها شربات. اهلا بك فؤاد في برنامج العرب الان، كيف حالك؟ اهلا بك وراكم سعيد بكم. الحمد لله الحمد لله كل شيء تمام. فؤاد خلينا نبدأ من أول مرة غنيت فيها، كيف جاتك الفكرة وكيف بدأت تبلور وتصير على ما هي عليه الآن؟ والله هو البداية بداية الموسيقى بصفة عامة ما كانتش يعني ما كانتش من الأول ساخرة، كنت يعني نعزف ونغني أغاني أجنبية أغلبية الوقت زي أي واحد بادي موسيقى جديد وعزف كتابة. بس بعدين يعني المشاكل في ليبيا كترت والحاجات اللي تمس المواطن كثرت اكثر، وانا عرفت ان انا ليبي وحنغني للشخص الليبي يعني، فلازم نغني له حاجه هو يفهمها ويقدر ان هو تريليت يعني حاجه يقدر يربط روحه بها. فبدت اول اغاني ليا كانت يعني كانت تسخر من الحاجات اللي احنا عندنا في المحيط الليبي بالضبط، ولما لقيت ان الناس بدت تتجاوب معها بطريقه او باخرى كملت في المجال هذا. ممتاز، يعني انت بديت باي سنه؟ انا بديت في نهايه 2008. 2008 انت تناولت في اغانيك عده قضايا اجتماعيه، يعني منها المواطن الليبي، منها انقطاع الكهرباء والماء. خلينا نسمع مع بعض الاغنيه امجد. انا مولود في بلاد فيها حريه، كل يومين ننوض ما فيش ميه، ندوش بالمالكي بالمالكي ندوش بالمالكي ندوش بالمالكي ندوش بالمالكي ندوش بالمالكي تاع الجمعية. Thank you.
فؤاد، اول حاجه نسالك عليها، اشرح لنا معناتها المالقي. المالقي اللي هو الجج، يعني الابريق. أيوة. اللي هو تحط فيه ميه، يعني في احنا طبعا نستعمل، يعني ناس تستعمل فيه للشرب، ناس تستعمل، بس في في مرحله كانت في الثمانينات في ليبيا كان أيوة. في مشكله في الميه الحلوه. يعني كانوا اهالينا يستخدموا، يعني تعرف انت عاد في البلدان العربيه كلها نفس الشيء، يعني كان طريقه ان الواحد يستحم بها. كان معناتها تنتهي تستحم بالعبر، تعبر بالمالقي، يعني بالقيس، ولا واحد يتجاوز، كل واحد عنده اثنين ثلاثه يتحمم فيهم، يدبر راسه كيفاش يتحمم فيهم. وكانوا اغلبيتهم نفس اللون، يعني حاجه موحد. لا بس انت قلت تاع الجمعيه، يعني انت لازم تحتشري من الجمعيه، صح؟ هذا هو المقصود بالضبط. يعني هو يعني الجمعيات كانوا الامكان لاغلبيه العائلات كانوا ياخذوا منها في طاعه، يعني وكان في معدات، يعني ندائن ولا البلاستيك هذا اللي كانوا يعني مره يعطوهم حاجه. اي والله، انت من الواقع المعاش انه هو الليبي ما عندوش الماء، فجاتك الفكره. لكن احكي لي على الموسيقى، واحكي لي على اتقانك لاستخدام الجيتار، وكيف كنت تختار الالحان. والله هم الحاجات، يعني الالحان تجي مع الكلمات في نفس الوقت، يعني اغلبيه الافكار ما يعني تجي من 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 حاجه يا عشتها، يا حد مثلا حكى لي قصه مر بها هو، ولا اي حد نعرفه يعني من المحيط بتاعي، ولا نشوف مثلا خبر ولا حاجه. الكلمات والالحان يشوف نفس الوقت عادهم، يعني لحن مع كلمات مع كل شيء، ونحاول ان نسجلهم بسرعة وقت ممكن قبل ما ننساهم. حبيت هذه قبل ما ننساهم، يعني انت ما تكتبش الاغاني؟ لا عاده ما نكتبش في الاغاني، عاده نحط يعني بس يجيك الالهام على طول تروح تلحنها وتسجلها على طول، ناخذ الموبايل ونحطه قدامي ونغني. ممتاز. انا شفت في الفيديوهات، للاسف المستمع ما يقدرش يشوف معانا، لكن كل الفيديوهات تاعك اللي كانت على اليوتيوب نحس انه فيها عفويه، يعني وكانه واحد حط موبايله وصح مثل ما قلت انت وقعد يغني يدندل لنفسه. بالضبط، اغلبيه اكثر من 90% من الحاجات اللي نزلتهم كانوا فري ستايلينج، يعني على طول موبايل قدامي وكنت نغني ونعزف من غير ما نفكر شنو، يعني من غير ما تكون حاجه مكتوبه. انت في عندك غنية تقول فيها الشعب يريد ميها، اللي هي تصغير لكلمة الماء. ميا اللي هو في ليبيا الماء، يعني الميا والمزينة، والشباب جوزوها وبنوا لهم دارين. براريك. يعني بالضبط. أيوة. يعني الأكواخ المبنية من زينجو والحاجات دي. صح، احنا عندنا في الجزائر يقولها براكة. صح، خلاص جمعت جمع غريب، بس جمعت وخلاص. هذه الأغنية كانت عندك من قبل سنتين، لكن لحد الآن أنا حسيت أنه ما زالت عندها استماع وما زال عندها إقبال. يعني هي في 2014، وكانت من أكثر، يعني هي كانت الأغنية اللي عرفت الناس كيف شكلي وأنا منو، يعني حضرتك هي الأغنية اللي كانت فيها الانطلاقة الأولى يعني. طيب الأغاني الأولى وين كانت تطلع؟ هم عادة أنا كان عندي ساوند كلاود أكاونت، يعني هو الأغاني اللي بي أنا ركزت عليهم هلبة في 2014، لأن المشاكل كترت في 2014 عندنا، فكنت نزل في أكاونت عندي اسمه عالشارع على الساوند كلاود. عالشارع يعني على بلاطة، يعني من غير أي تكاليف، فحنحط في الأغاني بتاعي في الساوند كلاود. فيوم كان في العيد، قبل العيد كان في قناة نعرفها كلمني البرودوسر، قال لي فؤاد عندنا شو وعندنا شخصية، كان فنان مهم مش حيقدر يجي، فممكن تجي انت تعبينا الوقت. فقلت له اوكي مش مشكلة، يعني كلمت صديقي عصام تهماني اللي هو يعزف معي في البيس، قلت له يلا نمشوا. فمشينا للقناة، غنينا الأغاني بتاعنا، وكانت ممكن أول مرة يتغنى النوع هذا من الاغاني اللي هو الاغاني الساخره على قناه التلفزيون الليبيه. يعني هو كان في تجربه في ال 83 84 كانت فنان اسمه مبروك نجيوه، بس ما استمرتش. هو صديقي مبروك، هو واحد من الناس اللي اعطتني يعني الدفعه ان انا نكمل في الجيرفي. فالمهم الحلقه طلعت في العيد، ايوه، واحنا ما كانش عندنا انترنت في المنطقه بتاعتنا،
فبعدها الاتصالات كتروا، الادز اون فيسبوك، الفولورز كتروا، فانا ما كنتش نعرف شو صاير بالضبط. فاكتشفت ان الاغنيه واخدين الفيديو من التلفزيون حطوه على السوشيال ميديا، وبعدين يعني ممكن وصلت ل 2 مليون ولا ما شاء الله مليون حتى فيو على الفيسبوك. وهذا شجعك بشكل عندك اغاني كثيره. يعني انت فكرت تعمل البوم؟ عندك البوم ولا فقط على السوشيال ميديا ويوتيوب؟ انت حاليا ما عنديش البوم، ممكن ممكن نسجل قريب، بس انت زي ما شايف احنا الاحداث في ليبيا سريعه، لازم يعني معناته ما تنصير مثلا نوض الصبح نشوف خبر صاير في ليبيا، لازم بعدها بساعتين ثلاثه ننزل فيديو، فالموضوع يكون على طول، يعني ما نلحقش ان انا نسجل في استوديو، لان خلاص لو ان فات الوقت حيضيع الخبر. صح صح. وانت متابع كثير للاحداث في ليبيا، انت كنت بعد ازمه الماء كنت حكيت على ازمه اخرى وتحدثت فيها على غلاء المعيشه وارتفاع الاسعار، وكنت غنيت على البناني، خلينا نسمع امجد الغنيه البناني. بناني والبناني غالي الأمور خشت بعضها والدنيا زي البنان، يوم تاكل فيه ويوم عند البراني، البوش شبشب عايش وباقي الشعب يعاني. في بناني افي في بناني وصل بعشرة جني، بناني بناني في اعلام وهلبك ناسا جنب البالو، وعود وخطاب الدارو في دماغي كالو، انا في حياتي حتى هو طلع فالو، بتدوي على شاوش بتبت في دار خالتو، الحكومة عنا بيبي والسياسة في بلادنا صنتها. في بناني بناني صفي بناني والبناني غالي، الامور خشت بعضها والدنيا زي البناني، يوم تاكل فيه ويوم عند البراني، البوش شبشب عايش وباقي الشعب يعاني. في بناني افي في بناني وصل بعشرة جني، بناني بناني. فؤاد انا لو ما نقراش الكلمات المكتوبة وطالعة في الفيديو مستحيل نفهم. هو الـ الـ هو هذا متهيألي هذا اللي حاولت نديره بطريقه او باخرى، نستخدم الكلام اللي هو الليبي اللي من الشارع بالضبط. ممتاز. عندي زي ما تعرفي ان اغلبيه البلدان العربيه كان عندهم اعلام، يعني اعلامهم ديما واصل لباقي البلدان العربيه، فتلقي اي بلاد عربيه عندها خلفيه نوعا ما للهجه البلاد اللي جنبها والحزاكي. ليبيا ما كانش عندها الحاجه هذه، فنحاول حتى لما ندير في حفلات برا ليبيا وحاجة هيكي نحاول نتكلم باللهجة الليبية، واللهجة الليبية اللي هي من الشارع نفسها، باش الناس يسألوني شن معنى الكلمات وممكن منها الناس تفهم أكثر. يعني صح، ولازم تعرف الناس على اللهجة الليبية. طيب شكون هو البوشبشب؟ البوشبشب اللي هم احنا طبعا أغلبية الحاجات اللي شفناها في المدة الأخيرة، يعني أغلبية الناس اللي هي في الشارع وتدير في مشاكل في الشارع بصفة عامة، اللي هم الناس اللي مثلا اللي تسمع بيهم يخطفوا، ولا تسمع بيهم يخنبوا، ولا اللي تسمع بيهم يديروا في حروب الصغيرة هذه في الزناقي بتاع ليبيا، أغلبيتهم لابسين من فوق عسكري ومن تحت لابسين شبشب. أيوة بالضبط. فهذا هو المعنى بالموضوع، يعني ضرب معني. طيب معني بالموضوع يعني. أي طب أنت ليش اخترت الموز اللي هو البناني حتى تحكي على هذه الطبقية وغلاء المعيشة اللي موجودة عندكم في ليبيا؟ واحد يأكل البنان والآخر ما يأكلش خلاص. هو اللي صار إن البجديات يعني إحنا البناني كان عندنا سعره بدينار دينار ونص، ففجأة ولا سعره 10 دينار، يعني هذا للمواطن العادي المواطن بتاع كل يوم صعب إنه هو يتقبل الطلوع الغريب للاسعار اللي صار بين يوم وليله يعني. فكانت فرصه بالمره ان ندوي على الموضوع بصفه عامه، بموضوع غلاء الاسعار اللي صار في ليبيا بشكل غريب، لانه يعني كان صاروخ مشي للفضاء. فاللي صار انه يعني البناني كان فيه يعني اكثر من ايحاء بطريقه او باخرى من هي سلعه معروف عنا
فؤاد يمكن تشاطرني الرأي، الموز مش موجود في شمال أفريقيا يعني، فهي سلعة مستوردة، ولما تجي لبلادنا تكون أسعارها شوية مرتفعة، فلما ترتفع تصير سلعة نادرة يقدروا يشروها بس الناس اللي عندهم إمكانية مادية أكبر من غيرهم. مضبوط. وهذه كان زي ما تقولي، هو كان في الأغنية في دبل مينينج، وكان شامل لأكثر من حاجة. يعني كان لأن أنت تعرفي عندك دقيقتين ثلاثة باش تحطي أغنية للناس باش يفهموها، فأحسن حتى الناس نفسهم يبدوا يسألوك، يعني كل شخص يفكر ويترجم في الأغنية على كيف هو فهم. يعني انت دايما انت عندك اكثر من رساله توصلها من ورا الاغنيه، وخلي كل واحد يفسرها كما يحب. بخلي كل واحد يفهم بالضبط. ذكيه هذه الفكره. بصح قل لي، انت دايما تظهر في الفيديوهات انسان كثير سيريوس، يعني ما شفتكش تضحك، ولا شفتك حتى وكلماتك مرات ساخره، ما شفتكش تتحرك، جادي جدا. لأن هو الموقف اللي نغني عليه شويه جدي، بس هم الكلمات ساخره. فانت اغلبيه الوقت لو تلاحظي في المسرحيات اللي احنا مثلا تربينا نتفرج عليهم، زي عادل امام، زي سعيد صالح، زي اغلبيتهم ديما وجههم ما يتحركش، بس ديما يقولوا في النكته، والنكته ديما تضحك فينا اكثر لما هم وجههم يكون تاب. فهذا هو اللي حاولت نديره، بعدين بدا يطلع معي عفويه. هي شخصيتك تنعكس، شخصيتك تظهر في الغنية دايما. بس أغلبية الوقت أنا، يعني أنا أغلبية الوقت الناس اللي تعرفني ديما يعني ديما بشوش. أضحك إلا لما أغني. طيب عندك أغاني أخرى تتحدث فيها على غلاء المعيشة في ليبيا؟ هم أغلبية الأغاني اللي غني فيهم، خاصة في المدة الأخيرة، يكون تلخيص للوضع كامل. يعني لأن الناس تحب تسمع إن مثلا اليوم، أمس الدولار كان ب4 دينار، اليوم ب5، غضوة ب6، بعد غضوة ب7، اللي هو تو ب7 دينار. ففي كل أغنية نحاول نحط موضوع الأسعار هذا في سطر أو في فيرس أو في حاجة هيك، ديما نحاول إن ننجح على الموضوع أو ندوي على الموضوع بطريقة أو بأخرى. سمعني مقطع هكذا من أغاني جديدة عملتها. أغاني جديدة، أغاني جديدة، سمعني حاجة والله جديدة. هو حاجة جديدة راح لا، حتى من أغانيك القديمة اللي تحكي فيها على غلاء المعيشة. سمك حاجة. حاضر. يعطيك الصحة فؤاد. فؤاد، كم آلة موسيقية تعزف عليها؟ ما عدا شفت الجيتار حاليا العادي الجيتارة الإلكتروني، صح؟ في بالضبط في آلة اسمها الكازو، اللي هي ما نعرفش كيف نشرح لك على الآلة بالضبط، بس صوتها غريب شوية. هي آلة يعني صوتها كأن الحاجة اللي يستخدموا فيها للنداء على البط، يعني صوتها غريب شوية. الموسيقية عالمية، هي متهيألي أيوة. نفس الأداة اللي يستخدموا فيها باش ينادوا عقل، فدخلوها في الموسيقى ونازل شوية الإيقاعية، يعني مش كتير. طيب وأنت لما تعمل الكليبات دائما تكون وحدك ولا يكون معاك عازف ثاني؟ في عندي أغنية اسمها سفنجري، كان صديقي من أنا عندي فرقة في الأردن اسمها النومادز، فكان صديقي سابق قاصد أحسان يعزف معي في الأكورد في الأغنية. ممتاز فؤاد، أنا سمعت لك أغاني كثيرة فيها تحكي فيها على الوضع الاجتماعي والوضع الاقتصادي، حتى أنه كان عندك أغنية طرقت فيها للوضع الأمني اللي وصلت ليه البلاد، ونقصد ليبيا، وعملت أغنية مختلفة الإيقاع وكانت حزينة شوية فؤاد، خلينا نسمعوها أمجد لو سمحت. شباب صغير ماتوا برصاص، شباب تاني بحبة في الراس،
وأم قاعدة تبكي شنو السبب؟ راجل بصغارة ما عنداش فراش، بنت صغيرة تسأل تقول علاش، مرة وحوش لي حوشنا شنو السبب؟ ردوا عليهم هيا ردوا، ردوا عليهم خلكم سكتوا، ردوا عليهم هيا ردوا، ردوا عليهم خلكم سكتوا. خربتوا بلادكم شنو السبب؟ انت ضدي ومش معاي، حنحاربك ونقتلك حول من بحدي، ليبيين يقتلوا في بعضهم من غير سبب. ردوا عليهم هيا ردوا، ردوا عليهم خلكم سكتوا. فؤاد بصراحة قشعر بدني من الغنية، أنت كنت تعتقد دائما في أغانيك أنك تنتقد بأسلوب ساخر، لكن في نفس الوقت تمرر الرسالة للمجتمع وتقدم النصيحة. هذه الغنية كانت مختلفة وفيها نبرة الحزن، مين هذول اللي ردوا عليهم؟ مين اللي لازم يرد؟ اللي صار لنا في يوم كنت في الحوش، يعني نط على خبر في ولد صغير، كان شاب صغير في المجتمع المدني اسمه توفيق بن سعود. يعني نط الصبح على خبر انه هو قتل. فالموضوع يعني خلاني، يعني تعرفي انت لما تسمعي بخبر هذا تتأثر اكيد، حزينه بطريقه بالضبط. فهو كان في نفس المده اللي كان في عندنا مشكله في عائلات كانت متهجره، ويعني نط الصبح فتحت السوشيال ميديا والاخبار، لقيت ان الامور متازمه اكثر من اللازم، فما كانش في حل ان الاغنيه هذه تكون اغنيه حزينه وتزوي بالضبط شنو صاير من غير ضرب معاني، بحيث انها تقعد للناس يفهموا بالضبط شنو صاير بطريقه مش ساخره، بطريقه جديه شوي. لا انت كنت جدي فيها كثير، كيفاش تشوف وضع البلاد الان فؤاد؟ حاليا الوضع متازم للاسف، يعني اللي ديما الشخص اللي ديما جاية ضده الأوضاع اللي هو المواطن البسيط، الشخص اللي عنده عائلة، المرأة البسيطة، الناس اللي هي حياتها من أول ما فتحوا عيونهم اللي هي يمشوا ينوضوا الصبح، يمشوا لمدرستهم، يمشوا لشغلهم، ويحاولوا أن يوفروا لقمة العيش يعني على الطاولة. هادو الناس اللي ديما متضررين من أي وضع سياسي أو أي وضع عسكري يصير في أي بلاد، فهذا اللي صار في ليبيا للأسف. صار عندك الآن متابعين كتار، وبديت تشعر أكيد بالمسؤولية نحو الناس اللي عم يتابعوك، صح؟ على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى يوتيوب، مسؤوليتك دائما أنك تحب دائما تعطيهم الأفضل. أكيد أكيد، لأن خاصة الناس حاليا جيتهم، يعني أي حد يطلع لهم في على الإعلام أو السوشيال ميديا ديما تحسي أنه هو يفقدوا الثقة شوية في الإعلاميين أو الناس اللي تطلع لهم على شاشات التلفزيون، لأن انصدموا في أكثر من شخص يطلع لمر سنين يوعدهم ولا يعطيهم أمل شوية، بعدين يكتشفوا أنه هو باع القضية زي ما نقوله في ليبيا. فنحاول ديما نشرح موقفي، ديما نحاول نبين للناس الجديدة أن نؤمنوا أن في ناس تعرفني من زمان، بس في ناس متعرف فيها جديد، فهذو الناس هم اللي قاعد نحاول نوريهم بالضبط ان كيف دماغي يخدم. طيب منو انت؟ والله انا يعني شاب ليبي. لا مش اتذكرك الجملة، منو انت؟ انا شاب. سمعنا امجد منو انت؟ خلينا نسمع حتى نعرفه منو انت، تذكرك اكيد بحاجة. اعطيني انا
ماني جاي ماني اللي نبيه نديرة بترزريز ولا بتشهديرة راهو انت مش مهم وانت منو انت والله ماني عارف غير ان شاء الله انت عارف ان رايك مش مهم رايك مش مهم رايك مش مهم اسلوبك كناسة وكلامك زي السم لكن رايك مش مهم رايك مش مهم رايك مش مهم اسلوبك كناسة وكلامك زي السم لكن رايك مش مهم وانتي منو انتي فيقي من النوم يا بنتي خلي الشارع متطلعتي او رايك مش مهم وانتو منو انتو كلكم ما صدقتوا تكلمتوا في سياسة ودين افتيتوا راهو رايكم مش مهم رايكم مش مهم احنا اليوم رايك يهمنا مهم جدا رايك اليوم منو انتو منو انتي شنو قصة هاد الغنية يا فؤاد بالضبط يعني هو الأغنية أغلبية الناس ترجمتها بطريقة إنه هو الموضوع شخصي بس أنت تعرفي كبني آدم ده ليبي أو مش ليبي أي إنسان يمر بلحظة إن الناس دي ما ينتقدوا في طريقة معيشته شنو يلبس شنو يأكل شنو يقول شنو توجه سياسي شنو كيف مفهومه الديني حاجات هذي يعني فهذه كانت رسالة للناس اللي تحط في خشمها في حياة اللي الناس اللي هي ملياش علاقة بيهم فانا اخذت الموضوع يعني دويت بان كاني انا مغني في الاغنيه بس هي بصوت يعني بطريقه ان اي حد يسمع الاغنيه ويغني معها يحس ان هي تعبر عليه هو الشخصية صح كل واحد يشوفها من منظوره بالضبط انت دائما اغانيك ستاندر يعني لكل القياسات وين تحطها تمشي وان سايز فيتس اول انت تمشي على كل المواقف على كل القياسات على اي سكه على اي سكه ما مش طيب قل لي مادام انت تمشي على كل الاذواق والناس تجاوبت معاك والشباب الليبي تجاوب معاك يا ترى كان في تواصل دايركت بينك وبين شباب ليبيين يقول لك يا فؤاد غني لنا على هذا الموقف يا فؤاد في قضيه ما عندنا في ليبيا تحديدا انك انت عايش برات ليبيا يعني والمرات المواضيع يمكن تنقصك بما انه انت مش محتك مباشره مع الليبيين اللي موجودين في البلاد بالضبط انا تولي حوالي 4 شهور بعيد عن ليبيا ولما قاعد زي ما قلت لك يعني نصور في شويه حاجات هنا في الاردن المهم موضوع ان الناس في تواصل اكيد هذا كل يوم يعني على الفيسبوك والسوشيال ميديا ديما الناس اي حاجه تصير مثلا انا ما نعرفهاش او ما شفتهاش ديما نلقى ناس يعني يقول لي فؤاد غني لنا على الموضوع هذا غني لنا على الموضوع ذاك شوف الخبر هذا باك طلع على اغنيه ممتاز ما بالك يعطوك فكره بالضبط فديما في تواصل هذا كل يوم هذا النوع اكيد جديد عندكم في ليبيا ولا في عندك اسماء تاثرت فيها انت الاغاني الساخره تاثرت فيها داخل ليبيا أنا زي ما قلت لك كانت في تجربه في 83 كان اسمه مبروك نجيوة كان ياخذ في اغاني الحانها معروف بداية وكان يحط لها في كلمات ليبية من الثقافة متاعنا ومن الوضع اللي كان في الثمانينات الوقت هذاك فتعرفت على الشخص هذا بعد يعني سنين أنا نسمع به ونسمع في أغانيه فتعرفت عليه مؤخرا في الألفينات فهو صديق عزيز علي جدا يعني وفي أسماء أخرى هو هذا هو الشخص الوحيد اللي انت بدأ في المدرسة هذه اللي هي المدرسة الساخرة وما نعرفش علاش ما كملش بالضبط يعني كان اكيد كان في هلبة ضغوطات عليه في الوقت ذاك خاصة انه صعب لما تكوني الوحيدة في مجال معين صحيح تكون صعب بس هذا هو الشخص الوحيد اللي كنا نعرفه انت تزوجت ولا لا لا الحمد لله مازال طيب خليني امجد سمعنا هذه الاغنية الله يخليك حتى انا نبي نتزوج نقعد في الحوش وتخدم هي حتى انا نبي نتزوج واحدة فلوس تصرف عليا يا ريت لو عايشة برا مهم تخدم وعندها معاش وكان جواز تاني كندي ولا كان هادا بلاش
عاد نطيب ونشد الصغار لكن تنظيف لا لا نبي شغالة نبي شغالة نبي شغالة نبي شغالة حتى انا نبي نتزوج وحدة تخلص بالدولار وعادي انا راضي بيها حتى لو خوها من الثوار يا ريت لو حوشها وقتي وعندها إفادة مش حنسكن فوق أماليها شين يقول علي الناس عادي نمسح البنات من صفحاتي ونلبس لها هركة فؤاد شكلك مطول حتى تتزوج مستحيل شروطك قليلة يا فؤاد معقول وين رح تلقى هاد العروس كل هاد الشروط يعني مستحيل شوفي هو بما ان انت يعني راديو الان ومعروفين فلو ان في واحد قلت لها الشروط تكلمني لا مطول تخلص بالدولار وحوش هواتي وما تسكنش مع اهلها عيب يعني لا عجبتني انك خجلت من هذه النقطة لكن الاهم ضروري جواز سفر كانت يكون جواز سفر لا اهم شيء اهم نقطة انك تبي شغالة ضروري ما قصدي واحد كل شيء يعني تتنازل عنه بس انك تنظف البيت هذه النقطة مستحيلة تراجع فيها لازم يكون في شوية مصداقية في الأغاني لا كثير عندك مصداقية عن جد أنا هدل هدل أنا من لما حتى شغلها أمجد الغنية وأنا نضحك مستحيل هذا المطلوب بس أنت ما ضحكتش في الكليب أنا عجبني كيف كنت رومانسي ومركز منيح على الكاميرا وتقول نبي شغالة وأنت كثير مندمج مع اللحن يعني واحدك أكثر كلمة طلعت بإحساس ممكن لما كان الحوش عندي مش منظم فكنت حاسس بالموضوع من وين جدك الفكرة يعني الشباب اللي بيصير متطلب الآن انه حاب واحدة جي تريحه من كل الدنيا ومشاكل الدنيا طيب لا شوفي هو اللي صاير ان الأوضاع متاع البلاد تتأزم كل يوم بس الشروط متاع الزواج قاعدة زي ما هي يعني طبعا ما نبيش نعمم لك يعني في عائلات متفاهمه اكثر مع عائلات بس عاداتنا وتقاليدنا تعرفي ان الولد العربي لما يبي يجي يتجوز لازم يكون يوفر بيت لازم يوفر مش عارف شنو لازم يوفر بما قيمته من الذهب ومنه 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 ومن. فانا قلت هل الناس حتتقبل الموضوع لو ان ولد غنى على المتطلبات هذه ولا لا وغنيت يعني باش نوريهم ان قداش غبيه الشروط مرات لان امورنا يعني امورنا ما زال صعبه فكان هذا ما فيش حد حيتزوج زي ما انت تو رد الفعل بتاعك تقولي معناها شكلك حتطول يعني هل بقى حتطول لو ان هم حيبدوا يشوفوا في الشروط هذه ايه معروف عندكم بس انا ما عنديش مانع والله بس انا ما عنديش مانع لو ان في حد يسمع فينا تو عنده واحد يكلمني على البيت هذه خطبه لايف بالضبط انا اللي نعرفه انه دائما الاعراس الليبيه فيها كثير على فكره مكلفه كثير ونسمع ناس ليبيين نعرفهم يعني شروط كبيره رغم الازمه ورغم وضع البلاد الان الا انه لا تنازل في الشروط فالله يعينكم والله الله يعينكم انت كنت عم هم بلادنا يستاهلوا الحق هم بلادنا يستاهلوا لا ما تتخيمش بالماليه ما عندها علاقه بالضبط ما فيش والله ما فيش لازم تتنازلي شويه يا ليبيه كانت عندك ايضا تجربه برنامج تلفزيوني فؤاد وعنوانته جوستو انا فاهمه ايش معناتها الجوستو بس في ناس ما يفهموش مثلا امجد مش عارف ايش معناتها الجوستو جوستو معناها جو معناها مزاج رايق بالضبط يعني معناها ان هي معناها يعني تعطي اكثر معنى تعطي معناها سخريه معناها جو معناها متعه اي حاجه جوستو لما الواحد يكون مزاجه رايق ايه بالضبط احنا نقول نحب نشرب قهوتي بالجوستو اوكي نحب نتسوق بالجوستو يعني واحد يكون مزاجه رايق خلينا نسمعوا هذا المقطع يا فؤاد خلاص ما عادش بغني وبندير برنامج جوستو البرنامج هذا خفيف متاع بصاره وجو ضحك متاع جوستو يعني ما فيش سياسه
هو مش ما فيش سياسة بالضبط، بصراحة في سياسة شوي، ما تخافوش شوي بس على راسك كشيك يعني مش هذا الحق. ايوه على راسك كشيك يعني حتكون في شوية سياسة، سياسة يعني اخبار. في كل حلقة في فخراتنا الاولى حناخدوا اهم الاخبار، ولا خلي نقولوا الاخبار المميزة، ونعلقوا عليها بطريقتنا. لكن مشكلتنا الكبيرة ان ليبيا ما عاش فيها اخبار، مش بالضبط يعني، لكن اخبارنا كلها عادية مملة، عارفينها كلها بتصير يعني، بلاد صارت فيها ثورة واخبارها كلها عادية ومعروف واضح طبيعي. هناك روعة يا فؤاد روعة. كيفاش كانت تجربتك التلفزيونية؟ احكي لي، حبيتها يعني؟ انا ضد فكرة انك توقف الغناء، خليك تغني واعمل برنامج نفس الوقت. معلش هو شو حاصل الموضوع، كان التلفزيون كان جو جديد يعني، وعادة انا متعود ان مثلا نكون ضيف في برنامج ولا حاجة، مثلا يكون عندي برنامج خاص، كانت تجربة جديدة، خاصة ان احنا درناه في رمضان يعني، وانا نحب ناكل فكنت صايم وانا نصور، فصعب أيوة. الموضوع بس كانت تجربة خفيفة يعني. شفت اننا نقدر ولا ما نقدرش نقدم برنامج، وان شاء الله مش حتكون الاخيرة. كم حلقة كان فيها جوستو؟ هو كان في رمضان بس، فكان 5 حلقات بس. 5 حلقات؟ 5 حلقات بس. على راس الكشيك. على راس الكشيك يعني الملعقة. على راس الكشيك الملعقة بالضبط يعني، هي دوب. هذيك الثانية ولا الأولى اللي شفناها؟ الثانية. الثانية الثانية. لأنه كانت الحلقة طويلة، كل حلقة كنت عامل فيها حوالي 50 دقيقة. بالضبط. لا انا شفت، انا لاحظت انه الحلقة الاولى اللي انا شفتها كان فيها مواضيع كثيرة ومختلفة يعني، وكانت تعكس هذا الذكاء في تناول المواضيع، اختيار اللقطات المناسبة، التصريحات المناسبة، الفيديوهات المناسبة، وحتى تعليقك عليها كان بشكل رائع. مين اللي كان يساعدك في الاعداد؟ هو كان عندي فريق يعني، فريق من الناس اللي احنا نقول الناس اللقيحة، الناس الضبيطة في ليبيا يعني، الناس اللي تعرف كيف تجيب لك كلمة أو تعليق أو مادة بطريقة سخرية سوداوية ذكية كلها هيك يعني، جهنمية شيطانية. أنت حتى أنت حتى تناولت موضوع يعني حساس جدا، موضوع يخوف يعني، أنت حكيت وسخرت من داعش، حتى في كان في عندك لقطات أنت كنت لابس فيها هذا اللبس تبع داعش، وكنت حاطة السلاح في ظهرك. والله هو عندي زي ما قلت يعني كانت مخاطرة، بس يعني كان لازم حد يديرها يعني. أنا ديما نقول جماعة لو ما درتهاش أنا حيديرها حد تاني، فديرها أنا خير. إيه مليح، أنت دائما عندك المبادرة، ما تخافش، ما تفرجش على حياتك يعني اليومية. لا هو 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 نخاف، أنا مش نقول لك أنا ما نخافش، لكن في لحظتها ما نفكرش، ندير بعدين نخاف بعدين بعد ما ندير يعني. انت مغامر بكل المقاييس. بالضبط. يعني دي طيب. العمله بعدين يفكر العقل. بعد ما تكون خلاص عملتها وراحت خلاص. طيب قل لي، انت فكرت تعمل لنا حاجات بلهجات مختلفه يا فؤاد، تتحدث عن قضايا في الوطن العربي، على جيرانك مثلا في الجزائر، تونس، المغرب، ما حاولتش؟ وهذا هو، هذا هو اللي ان شاء الله المشروع الجاي حيكون، اللي قلت لك اسمه على الشارع حنكمل فيه، وحيكون لي علاقه بالبلدان المجاورة زي تونس، مصر، الجزائر، المغرب، الناس اللي قريبة منا هيك، وحيكون يعني حيكون تحت في ترجمة بالانجليزي بس للناس اللي ما تعرفش سبتايتل الكلمات. ما بالضبط حيكون في سبتايتل. هذا مين راح تعمله في الأردن؟ حيكون هو، أنا قاعد صورت شوية حلقات منه في الأردن. راح يكون مصور يعني. راح يطلع على التلفزيون ولا على اليوتيوب؟ في البداية حيكون على اليوتيوب والفيسبوك، بس بعدين ممكن تاخذه واحدة من القنوات. ممتاز، هذا من ضمن مشاريعك. في عندك مشاريع أخرى فؤاد تحدثنا عنها؟ اللي صاير دو أنه أنا قاعد نحاول نسجل في ألبوم أغاني ليبية قديمة، بس بالطريقة اللي أنا نغني بها، اللي أكوشتك يعني بكتارة شوية آلات، للناس اللي هم الشباب الصغير اللي من البلدان القريبة منا يعرفوا الأغاني القديمة الليبية، ممكن نجيبها لهم بطريقة هم خاصة دو يعني الوقت الشباب يتقبل اكثر الاغاني الخفيفه بالاكوستيك جيتار ولا باليوكليلي ولا حاجه هيك. فحيكون في البوم من 8-10 اغاني حيكون على اغاني ليبيه قديمه هلبة، بس بجو جديد. يعني ريميكس تعمل اغاني قديمه. بالضبط بالضبط. شنو هي الاكله المفضله عندك فؤاد، اكله ليبيه؟ العصبان. العصبان. ايه تعرف تختار الرشتة وال لا طبعا شوفي، هو الماكله الليبيه بصفه عامه، انا
يعني زي ما نقول زي ما يقولوا ما عنديش روح معها، بس العصبان اللي هو حاجه ممكن اكلها كل يوم كل وقت وما نملش منها يعني. صحة وعافية. طيب في نهاية هذا اللقاء فؤاد، وش تقول للليبيين اليوم؟ والله يعني وسعوا بالكم مع بعض وحبوا بعضكم واعطونا فرصة، اعطونا فرصة. فرصة واش؟ قول فرصة لواش؟ انت لازم تعطيهم فرصة. يعني قصدي يعني مدبيا ان الناس تعطي فرصة للشباب اللي هو يحاول ان هو يتعلم ويخرج ويحاول ينقل صوتها للناس دي بره. ان شاء الله يا ربي توصل لرسالتك لجميع الليبيين. بالفعل يا فؤاد استمتعنا كثير بالحديث معك في هذه الدقائق، وكنا نتمنى ان يكون اللقاء اطول من هذا. احنا على كل حال سعدنا وتشرفنا بك في برنامج العرب الان، ورح نختم بواحدة من اغانيك يا فؤاد. شكرا كثير على وجودك معنا اليوم. شكرا شكرا شكرا. مع السلامه. لا مش هتسافري الا مع اخوك ولا نبهك، حتى ابوك لو بيمشي عادي. حلقتنا إذن لنهار اليوم انتهت، نضرب لكم موعد يوم الأربعاء إن شاء الله وحلقة جديدة من برنامج العرب الآن. خليكم دايما متابعين لراديو الآن، وخليكم دايما مستمعين أوفياء. خليكم مع فؤاد جريتلي. ولو مش عاجبك أو البحر قدامك، المهم بروحك مفيش. I can be a محرم baby، أكيد مالي تلات عليك. You will stay في الحوز forever، من غيرك بطيب لغدك. قلبك مش متحجبة مش نلبسك خمار، بتكملي قرايتك شو نخلل للكفار. ما دخليش فيك جيتيني برجلك، وزايداني ما نبيش. I can be a محرم baby، I can marry تلات عليك. You will stay في الحوز forever، من غيرك بطيب لغدك، من غيرك بطيب لعشق. العرب الآن يطرح قضايا عربية سياسية واجتماعية. العرب الآن مرآة الشارع العربي، يأتيكم على راديو الآن.